19 عامل بمسلخ بيروت ماتوا بالسرطان، ما حدا سأل عنهم، ما حدا سأل ليش موظفين المسلخ عم يموتوا بالسرطان، وفي ناس بعدهم عم يتعالجوا. بالفم الملآن قالها الوزير وائل أبو فعور، وبالأرقام ظهر الارتفاع المخيف في نسبة الإصابات بمرض السرطان، وتحديدا الفئة العمرية تحت 50 عاما. 11,000 حالة جديدة للسرطان في لبنان هذه السنة، والحبل على الجرار. كنا من 2003 عندنا 7500 حالة، 2007 صاروا 9000، ممكن يوم عندنا 11,000 تقريبا، انه عندنا عم نزيد نسبة بين 4-5% سنويا. هذه الارقام لا تكون مستغربة في بلد طعامه فاسد ومياهه ملوثة كما بحره وجوه، والفساد الغذائي والبيئي الذي كشف النقاب عنه اخيرا جاء ليفضح المستور المخيف. اكل فاسد وكثرة كم الحمات او ايش مواد الدسمة كمان ما منيح للناس، هم نعرفها كلها انه علميا بتزيد نسب الاصابات بالسرطان. تلوث المي، عم تشرب مي انت يمكن فيها مواد مع الوقت تعمل لك مشاكل كثير كبيره سرطانيه وغيرها، مزبوط هيدي، بس احنا ما عندنا اليوم ما عندنا معيار الا معيار علمي. تتعمل سرطان انت من اشياء اي جرثومه او اي اشياء بدها تاخذ 6 سنين 10 سنين، طبعا عندنا في وقت لها، بس ولكن احنا متامل انه يصير فيها هالانتباه اللي صار تيصفي نحن نوفر على 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 اولادنا وعلى مستقبل شبابنا امراض بالغنى عنها. الحالات السرطانية المسجلة تتوزع بين 51% على الإناث و 49% على الذكور، أما حالات السرطان الحاصلة لدى الأطفال ما دون 15 عاما فقد بلغت نسبة 3% من إجمالي الحالات. عند الذكور عندنا أكثر حالة عم تجي المثاني يعني الفيزي البلادر يعني الفيسي، وعندك الثاني حالة الرئة، بيجي ثالث حالة بيجي عندنا نحن البروستات، تجي ثالث حالة مش نمر واحد مثل بالعالم المتقدم، وبيجي بعدين رابع حالة الكولون. عند النساء بيجي الثدي وبعدين الكولون. واقع مرير يستدعي دق ناقوس الخطر وتحديد المسؤوليات، لأنه يطال حياة المواطن أولا وأخيرا. من غير المسموح بعد الآن التغاضي عن معالجة أسباب ارتفاع مرض السرطان في لبنان، فالكلفة باهظة والإجراءات يجب أن ترقى إلى مستوى المرحلة بعد أن لمس لبنان الخط الأحمر. نخلع ضيمة، MTV.